انا نشوفوا كره القدم شكون اللي راهم فيها عيب سرتع ماشي كاع حاجه سرتع عيب نشوفوا دي كلوب دي ديبونس دو 3,500,000 ولينا 350 مليون الشهر ما يعرفش قلت هذه جماعه عرفش يمشي 350 مليون في الشهر كاين اللي ما يلعبوش راك تشوفوا لي تشوفوا لي سكوندال ام اليوم ان كلوب بلوكاو له الكونت 5 مليار يخلصوها ام خرجت ان اوتر كلوب ان اوتر كلوب قالنا وهم جاي لا سويت غير يبزعوا في الناس سا بروف كوا سا بروف كو الناس اللي راهم يحطوهم ناس انه ريال في الفوتبول هم يهلكوا في الاموال تاع الجزائر ونكملها هذه وخلاص والناس كاين اللي تعاني كيف هذا لازم هنا تدخل السلطه كيف هذا كلام ما يلعب والو يخلص 5 مليار قدي اللي يجي يجي بقره الحلوب وواحد اخرين مساكن يفيف اون في اون في ميزيرا نو نو اريتي الماساك قال علاش تعطي لهذا 250 مليون يا روح انت ديجا شكون دارك انت انت شكون دارك لازم تقولنا شكون دارك واللي دارك اسكو علاش درتو يعرف علاش درتو اعطينا علاش درتو اعطينا الاخر تاعو علاش درتو كيفاش شكون اسكو يليق اسكو ما يليق وانت علاش تبدا تبصع 250 و 150 و 200 وكذا ومن بعد تقولوا هادو ما سي قبيله قلت لكم عندنا لاباط هم لي جوار جابوهم من ما كاش لي كذاب اللي يقول لك هادو كانت في اكاديمي ما كاين حتى اكاديمي والو ما كاين والو كان سي لاباط لي جوار هادو ما جابوهم بالقلب يخدموا ودخلوا مساكن بالقلب وبالاخر وفرحوا الشعب الجزائري هاد هنا تحبس بصح لو كان كاين تكوين نجيبو لازم قبل ما نجوزو لسون لي سون دونترينمون ولي زانفراستركتور لازم تنقي وتحط عباد في المستوى دون توت لي ديسيبلين كاراتي بوكس وروح وروح تشوف الالجيري رئيس الجمهوريه يولي يعيا خاطرش يعمروا له كل قطره يجيبوا له لي ميطاي ويضل يلاقي فيهم والله يولي يعيا خاطرش تولي الجزائر تفرح هذه هي الجزائر اللي نحبوها احنا